السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا سماء؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايب. النهاردة ان شاء الله هنشرح الدرس الأول وهنحل أسئلة الدرس من كتاب جيم في منهج اللغة الإنجليزية. هنشرح لسن 1 وهنحل أسئلة لسن 1 في نفس الفيديو. طبعا أنا ان شاء الله هشتغل معاكم من كتاب جيم وكتاب بيت باي بيت وكتاب المعاصر. بنزل شرح كل درس لوحده وبحل أسئلة الدرس في نفس الفيديو. اسم القناة على اليوتيوب الإنجليزي بجماله، وتابعوني على صفحتي على الفيسبوك، اسم الصفحة تعلم بكل سهولة. اعملوا متابعة للصفحة علشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي بنزلها على الصفحة، واشتركوا في قناتي على اليوتيوب علشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي بتنزل على القناة. بنبدأ في فيديو النهاردة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا فوق listening and speaking، يعني الاستماع والتحدث. هنبدأ بـ vocabulary، مجموعة الكلمات اللي بتقابلنا في كل درس. listen point and say، يعني استمع أشر وقل. مجموعة الكلمات اللي عندنا بعنوان greetings، يعني التحيات، يعني ازاي مثلا نقول مع السلامة، ازاي اقول بالانجليش مرحبا، يبقى دي كلها بنقول عليها greetings يعني تحيات. لازم نحفظ عنوان الكلمات اللي بقابلنا في كل درس، يعني كلمة greetings لازم تحفظوها نطق وسبيلنج. بنقسم الكلمة لمقاطع علشان نحفظها سبيلنج بكل سهولة. greetings 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 التحيات greetings 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 مرحبا هلو. ولازم ناخد بالنا من شكل الصورة اللي فوق الكلمة، يعني كده هي بتقول هلو يعني اهلا او مرحبا. هلو هلو اتش اي ال ال او، حرف الاتش بينطق اهي، بنقول هلو هلو اتش اي ال ال او. مع السلامة لما نشوف الصورة دي كده هما الاتنين بيقولوا لبعض جود باي، يعني مع السلامة. good boy good boy good g o o d boy b y e. بنفضل بقى نكرر في الكلمه نطق وسبيلنج لعند لما تثبت في ذهننا. طبعا لازم يبقى فيه تركيز واحنا بنحفظ الكلمات. بنفضل نكرر في الكلمه نطق وسبيلنج بتركيز لعند لما تثبت في ذهننا. مع السلامه good boy good boy g o o d b y e. مع السلامه good boy good boy g o o d b y e. بعد كده يصافح باليد او يسلم باليد، كده هما الاتنين بيسلموا على بعض shake hands shake hands shake hands s h a k e hands h a n d s. ال s h بينطقهم شي، يعني حرف الشين باللغه العربيه. نقولهم كمان مره التحيات greetings greetings مرحبا هلو هلو. مع السلامة good boy good boy. يصافح أو يسلم باليد shake hands shake hands. تاني مجموعة من الكلمات بعنوان book characters، يعني شخصيات الكتاب، الشخصيات اللي موجودة معانا من سنة أولى لعند سنة ستة إن شاء الله. book characters لازم نحفظ اسم كل شخصية وشكلها عامل ازاي. شخصيات الكتاب book characters book b o o k characters c h a r a c t e r s c h بننطقهم k وحرف c بينطق k، بنقول characters characters يعني شخصيات. زي مين؟ زي استاذة منى. استاذة منى مس منى مس منى، دي المس اللي بتدرس للاولاد في المدرسة. استاذة منى مس منى مس منى M I S S M O N A أستاذة منى مس منى مس منى M I S S M O N A. بنفتر كده نكرر فيها M I S S M O N A. تاني شخصية معانا أميرة أميرة A M I R A، نطق بالعربي زي الإنجليش في الأسماء. أميرة أميرة A M I R A. يوسف يوسف Y O U S S E F يوسف يوسف Y O U
S S E F هنا هنا H A N A. أنا كاتب الصوتيات فوق الحروف وبقسم الكلمات كده بسهل عليكم حفظ الكلمة نوت وسبيلنج. هنا هنا H A N A هاني هاني H A N Y هاني هاني H A N Y النحلة النشيطة بيزي بي النحلة النشيطة بيزي بي B U S Y B E E النحلة النشيطة بيزي بي B U S Y B E E هنقولهم تاني شخصيات الكتاب book characters book characters أستاذة منى مس منى مس منى أميرة أميرة يوسف يوسف هنا هنا هاني هاني النحلة المشغولة أو النحلة النشيطة بيزي بي بيزي بي بي يو اس واي بي اي اي حرف الاس بينطق زد بيزي بي. بعد كده تشيك بوينت اند سكريبل اند رايت اعد الترتيب واكتب. طبعا المفروض ان احنا نحل السؤال ده بعد ما نحفظ الكلمات نطق وسبيلنج. لازم كل كلمة تمر علينا في الدرس نحفظها نطق وسبيلنج علشان نعرف نحل أي سؤال بمر علينا في الأسئلة. هنا كده البنت بتقول هلو، دي كده حروف هلو بس متلخبطة، بنرتبها H E L L O دي أنا. لازم نحفظ شخصيات الكتاب. هنا اللي لابسة نظارة يبقى احنا هنعرف هنا من نظارة. أميرة بقى ليها فيونكات في شعرها ومش لابسة نظارة يبقى دي أميرة. يبقى هنا بتلبس نظارة، أميرة بتحط فيونكات في شعرها. عندنا هنا يوسف طبعا شكله واضح من شعره، وعندنا هنا هاني برضو شكله واضح من شعره، اللي شعره ناعم ده اسمه هاني واللي شعره كيرلي يوسف. يبقى ده يوسف وده هاني. هنا بقى عندنا دي هنا، هنرتب حروف هنا H A N A. ده يوسف ودي كده حروف يوسف بس متلخبطه، نرتبها مع بعض Y O U S S E F. بعد كده هنقرا الدرس مع بعض. Listen read and role play استمع اقرا وتبادل الادوار. عندنا محادثه بتدور بين مس منى ومجموعه الاطفال اللي معانا في الصوره. مس منى هي اللي بدات الكلام نمبر 1 بتقول هلو مرحبا اي ام مس منى. هي كده بتعرف الاطفال على نفسها بتقول لهم هلو اي ام مس منى. يبقى انا لو هعرف نفسي لواحده صاحبتي جديده اول مره اشوفها هقول لها هلو اي ام زائد اسمي. فهنا مس منى بتقول هلو مرحبا اي ام مس منى انا استاذه منى. مين اللي رد عليها؟ هاني رد عليها وقال لها هلو مرحبا اي ام هاني انا هاني. يبقى كده بيتعرفوا على بعض. بعد كده يوسف بيقول اي ام يوسف وانا يوسف. هنا بقى عندنا هنا واميره بيكلموا بعض. هنا بتقول اي ام هنا انا هنا واتس يور نيم ما اسمك، بتسال صاحبتها على اسمها. دي هنا احنا قلنا هنا اللي لابسه نظاره بتقول اي ام هنا انا هنا واتس يور نيم ما اسمك. يبقى انا لو عايزه اسال شخص على اسمه بقول له واتس يور نيم واتس يور نيم. قول ورايا ما اسمك واتس يور نيم واتس يور نيم. ردت اميره على هنا وقالت لها اي ام اميره يعني انا اميره اي ام اميره انا اميره. يبقى كده تعرفوا على بعض. بعد كده ريد اند ماتش يعني اقرا ووصل. عندنا مجموعه من الكلمات مجموعه من الصور بنوصلهم ببعض. اول كلمه بيزي بي النحلة المشغولة هنوصلها بي أو النحلة النشيطة، يبقى هنوصل كلمة بيزي بي بصورة النحلة النشيطة. تاني كلمة هلو يعني مرحبا، يبقى هنوصلها بالبنت اللي بتقول هلو. بعد كده شيك هاندس يعني اتنين بيسلموا على بعض، يبقى هنوصلها بأول صورة الاتنين اللي بيسلموا على بعض. بعد كده عندنا جود باي اتنين بيقولوا لبعض جود باي يعني مع السلامة، يبقى هنوصل جود باي بي الصورة اللي فيها اتنين بيقولوا لبعض جود باي مع السلامة.
بعد كده read and number the pictures، اقرأ ورقم الصور. جيب لي مجموعة من الأسماء، كل اسم برقم، مجموعة الشخصيات اللي عندنا characters، هنشوف كل character رقم اسمها ايه، وهنكتب الرقم في الدائرة. أول شخصية معانا، أول character معانا دي طبعا مس منى، أستاذة منى. يبقى هنا كلمة مس منى number 4، يبقى هنكتب هنا number 4. هنا عندنا ده طبعا زي ما قلنا في شخصيات الكتاب، ده هاني شعره ناعم، يبقى هنا number 3 يبقى هاني. قلنا اللي ليها فيونكات في شعرها دي أميرة، اسم أميرة number 1، يبقى هنكتب هنا number 1. عندنا قلنا اللي شعره كيرلي مين يا حلوين؟ يوسف، يبقى هنا number 2 يوسف. بعد كده track the following، يعني تتبع الآتي، بجيب لي جملة في شكل نقط بنمشي عليها. هلو I am هنا، مرحبا أنا هنا. هلو I am هنا يعني مرحبا أنا هنا. بعد كده بقول لي لتقديم نفسك وسؤال الآخرين عن أسمائهم، listen point and say، استمع أشر وقل. لتقديم نفسك أنا هقدم نفسي لواحدة صاحبتي، هقول هلو I am زاد اسمي. أنا مثلا داخل سنة أولى وقابلت واحدة أنا معرفش اسمها إيه، عايزين نتعرف على بعض، فأنا هقول لها إيه؟ هلو I am زائد اسمي، يعني مرحبا أنا وبعد كده اسمي. الشخص برد عليا برضو بقول لي نفس الكلام، هيقول لي هلو مرحبا I am وبعد كده اسمه. يبقى هنا مثال مس منى بتقول هلو I am مس منى، مرحبا أنا أستاذة منى. رد عليها هاني وقال لها هلو مرحبا، يبقى لما حد يقول لي هلو برضو الرد عليها هلو. رد عليها وقال لها هلو I am هاني، مرحبا أنا هاني. للسؤال والإجابة عن الاسم، أنا عايزة أسأل شخص أقول له ما اسمك، اسمك إيه؟ هقول له What's your name؟ What's your name؟ الشخص اللي أنا سألته هيرد علي ويقول لي I am زائد اسمه. هنا What's your name؟ What's your name؟ What's your name؟ I am أميرة يعني أنا أميرة. بعد كده check point read and complete، اقرأ وأكمل. هنا What's your name؟ هنا طبعا هنا بتسأل يوسف، بتقول له What's your name؟ هو هيرد عليها ويقول لها I am يوسف، يبقى الكلمة اللي ناقصة في الجملة I am يعني أنا يوسف أو أنا أكون يوسف. سؤال تاني What's your name؟ ما اسمك؟ I am أميرة يعني أنا أميرة. هنا بقول لي نوت ملاحظة، ممكن أكتب I am أو أختصرها في I am، يعني ممكن أكتبها بالشكل ده أو بالشكل ده، I am I am I am I أبصرف M. هنا برضو ممكن نكتب what is أو أختصر is في أبوصرف is، what is أو what's الاثنين صح. بعد كده read and choose، اقرأ واختر. what's your name؟ ده سؤال خدناه في الدرس، يعني ما اسمك؟ يبقى الكلمة اللي ناقصة في السؤال name نختارها. number 2 hello I am miss منى، مرحبا أنا أستاذة منى. number 3 what is your name؟ ما اسمك. number 4 I am هاني، الاي بتاخد ام، ما ينفعش نقول I is، الاي بيجي معاها ام، يبقى الاي بتاخد ام، I am هاني. بعد كده rearrange and write، اعد الترتيب واكتب. بجيب لي جمل او سؤال متلخبط واحنا بنرتبه. اول سؤال معانا هتبقى what's your name، رتبه what's your name. what's 1 your 2 نيم 3 what's your name يعني ما اسمك. number 2 هنبدأ بيه هلو، انا مرقمة وكاتبة برضو بعد الترتيب دي هلو. هلو I am miss منى، مرحبا انا استاذة منى. number 3 I am اميرة، طبعا اللي فهم الدرس وفهم القواعد بيرتب صح، I am اميرة يعني انا اميرة. بعد كده هلو what is your name يعني مرحبا ما اسمك. هنا track the following، تتبع الآتي، بنمشي على الجملة اللي عندنا أو السؤال اللي عندنا. السؤال اللي عندنا what's your name يعني ما اسمك، بنمشي على النقط. هنا بقى homework، واجب منزلي. كل اللي بنعمله يا حبايبي بنكتب كل كلمة تحتها بخط كويس، بنكرر كل كلمة تحتها بخط كويس، وبنفضل واحنا بنكتب في الكلمة نكرر فيها نطق وسبيلنج بحيث تثبت في ذهننا أكتر. هنا بقى بقول له look and put true or false،
انظر وضع صح او خطأ. طبعا انا ماشي معاكم صفحة بصفحة، خطوة بخطوة، ما بفوتش ولا كلمة في الكتاب. طبعا ده نظامي من الثلاث كتب اللي بشرح منهم. هنا بقول له look and put true or false، انظر وضع صح او خطأ، بيجيب لي صورة زي كده وتحت الصورة الكلمة اللي بتدل على الصورة. لو الكلمة بتدل على الصورة يبقى كده ترو صح، لو الكلمة لا تعبر عن الصورة يبقى كده فولس يعني خطأ. هنا أول كلمة عندنا يوسف، ده يوسف طبعا كده فولس خطأ. ده مين؟ ده هاني، يبقى كده الاسم لا يتفق مع الصورة. تاني صورة عندنا شيك هاندس، هي كده البنت تصافح باليد، طبعا فولس خطأ. نمبر 3 أميرة، دي أميرة ترو صح. نمبر 4 بيزي بي، النحلة النشيطة، طبعا دي النحلة النشيطة يبقى ترو. بعد كده ريد اد سيركل، اقرأ وضع دائرة. هنا بيجيب لي كلمة تحت الكلمة صورتين، الصورة اللي بتدل على الكلمة بنعمل عليها سيركل دائرة، يعني بنختار الكلمة بنختار الصورة اللي بتتفق مع الكلمة. مس منى، أستاذة منى، فين أستاذة منى؟ الصورة الأولى نعمل عليها سيركل دائرة. كده شيك هاندس، اتنين بيسلموا على بعض، يبقى نعمل سيركل على الاتنين اللي بيسلموا على بعض. نمبر 3 عندنا هنا، مين هنا؟ الصورة الأولى نعمل عليها سيركل دائرة. بعد كده عندنا جود باي، اتنين بيقولوا لبعض جود باي مع السلامة، الصورة الأولى نعمل عليها سيركل دائرة. بعد كده لوك ريد اند كومبليت، انظر اقرأ واكمل. هنا واتس يور نيم، ما اسمك؟ هلو اي ام اميرة. ايه الكلمة اللي ناقصة هنا؟ هلو، بقول مرحبا انا اميرة. هنا هلو اي ام هاني، يبقى هنكتب ابوصرف ام وممكن نكتب ايه ام، الاتنين صح. هلو اي ام هاني، مرحبا انا هاني. بعد كده بقول لي تيست يور سيلف، يعني اختبر نفسك اون ليسون 1 على الدرس الاول اللي احنا اخدناه ليسننج الاستماع. بقول لي ليسن اند كومبليت، استمع واكمل. جايب لي محادثه فوق كلمتين، بنختار الكلمه المناسبه في كل جمله. ايه؟ بيقول لي بي واتس يور نيم، يبقى نختار نيم، ما اسمك؟ رد عليه بي وقال له اي ام احمد، يعني انا احمد. بعد كده ريد اند ماتش، اقرا وصل. هنا بقى هلو بالبنت اللي بتقول هلو، بيزي بي بالنحلة النشيطة، هاني بعد كده هنوصل هاني بصورة هاني، وبعد كده عندنا أميرة هنوصلها بصورة أميرة. بعد كده لوك اند رايت، يعني انظر واكتب. احنا بنشوف الشخصية اللي عندنا او الصورة بتدل على ايه، وبنكتب الكلمة اللي بتعبر عن الصورة. دي مس منى، يبقى هنكتب مس منى، ام اي اس اس ام او ان اي. هنا وصفح باليد شيك هاندس، S H A K E هندس، H A N D S هنا هنا، H A N A مع السلامة جود باي، اتنين بيقول لبعض مع السلامة جود باي، G O O D B Y E. كده يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله بإذن الله كل يوم هنزل درس مع حل الأسئلة. لو عايزين أي حاجة اكتبوا لي في كومنت. ان شاء الله هشتغل من كتاب جيم، كتاب بيت باي بيت، وكتاب المعاصر. ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل الفيديوهات. اسم القناة على اليوتيوب الانجليزي وجماله، تضغطوا على كلمة اشتراك اللي باللون الاحمر اللي موجودة تحت الفيديو، اتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي بتنزل على القناة، وتابعوني على صفحتي على الفيسبوك، اسم الصفحة تعلم بكل سهولة، برضو بنزل عليها شرح وحل، وبنزل عليها فيديوهات تانية كتير هتعجبكم جدا. اعملوا متابعة للصفحة علشان يوصلوكوا كل الفيديوهات اللي بتنزل على القناة. كده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.